بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. الطقس هيكون لطيف نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل الحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. في النهاردة شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. في كمان فرص أمطار أو فرص سقوط الأمطار هتكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، ده على فترات متقطعة. في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة أيضا. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك دكتور دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. أنا كنت بردانة النهاردة الصبح وأنا جاية، فواضح إن في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، يمكن درجة أو اتنين، لكن فعلا حاسين بيهم. هو بالفعل في انخفاضات في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، وكمان هيكون موجود معانا خلال فترات الليل، لأن احنا هنبدأ نتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من على البحر المتوسط. بعد الكتل الهوائية الصحراوية كانت بتأثر علينا خلال الأيام الماضية، وكان معاه ارتفاع في قيم درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي. اليوم درجات الحرارة هيكون فيها انخفاض طفيف بمعدل درجتين عن أمس، يعني متوقع اليوم عظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية، ده هيكون خلال فترة النهار. فبالتالي هحس بانخفاض قيم درجات الحرارة، أجواء خريفية لطيفة جدا خلال فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية، وخاصة في المحافظات الشمالية، معتدلة نوعا ما في المناطق الجنوبية، لكن معظم محافظات الجمهورية هيكون فيها انخفاض في قيم درجات الحرارة. كمان طبعا فترات الليل مع غياب أشعة الشمس بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، وهنحس كمان بمزيد من الانخفاضات في قيم درجات الحرارة خلال فترة الليل. صغرى فترة الليل على القاهرة الكبرى بتوصل ل 14 درجة مئوية. لو أنا كمان في المدن الجديدة أو الأماكن المفتوحة بشكل كبير، المحافظات اللي هي ظهير صحراوي، أحس بالبرودة أكثر، لأن دايماً الطبيعة في المحافظات دي بتخلينا نحس بدرجات حرارة أقل. صحيح. من ال 14 درجة مئوية، فبالتالي أجواء باردة في معظم المحافظات. احنا بالنسبة لنا في القاهرة الجديدة في التجمع، أنا مسميها التجمع الخامس، يعني من كتر ما هو برد جداً فعلاً بيبقى منخفض عن وسط البلد بدرجتين أو ثلاثة كمان. بالفعل، بالاضافه كمان ان احنا خلال الايام اللي جايه هيكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره. احنا متوقع مع يوم الاربعاء والخميس توصل العظمى فتره النهار ل 20 درجه مئويه، ده فتره النهار. فترات الليل توصل ل 13 و 12 درجه مئويه، فبالتالي كمان خلال الايام اللي جايه هنحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره في الجمهوريه، خاصة كمان مع وجود نشاط نسبي للرياح. يعني هيبقى في من النهاردة يمكن لحد نهاية الأسبوع نشاط نسبي للرياح في معظم محافظات الجمهورية، منهم طبعا القاهرة الكبرى، بعض المناطق من السواحل الشمالية، بعض المناطق من شمال الصعيد. وجود نشاط نسبي للرياح يزود إحساسنا أكثر كمان بدرجات الحرارة. صحيح، خلينا نحس بانخفاض درجات الحرارة أكثر. بالنسبة للشبورة المائية، ما زالت موجودة معانا شبورة مائية فترة الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر، وبتظهر طبعا على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه، وممكن تكون كثيفه في بعض الاماكن، يعني يبقى في مزيد من الانخفاض في الرؤيه الافقيه على الطرق اللي يكون فيها الشبوره المائيه الكثيفه، لكن هي ايضا سرعان ما هتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس. يعني بالكثير الساعه 8 9 صباحا هتبدا تختفي تماما الشبوره المائيه، والرؤيه الافقيه تتحسن على اغلب الطرق. كمان اليوم طبعا معانا فرص لسقوط الامطار، الكتل الهوائيه الشماليه بتكون كتل هوائيه رطبه فيها نسب رطوبه، فبالتالي هيبقى في فرص لسقوط الامطار على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، امطار خفيفه على اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، وقد تمتد المناطق من مدن القناه والقاهره الكبرى، لكن نسب الحدوث ضعيفه جدا، لكن في فرصه ضعيفه للامطار الخفيفه على مناطق من القاهره الكبرى، لكن في مجمل الامطار في اغلب المحافظات او كافه المحافظات غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. ان شاء الله الاحوال الجويه دي هتفضل في استقرارها لحد يوم الخميس المقبل، ومع بدايه فصل الشتاء اللي هيكون يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله، هياثر علينا منخفضات جويه في طبقات الجو العليا وايضا على سطح البحر المتوسط، يمكن نشوف معاها بعض التقلبات الجويه خاصه في المحافظات المطله على البحر المتوسط.
هل بالنسبه لحاله البحار في اضطراب ولا هي مستقره خلال الايام اللي جايه؟ يعني خلال الايام اللي جايه على الاقل لحد يوم الخميس اللي جاي الاحوال الجويه على البحر المتوسط والبحر الاحمر مستقره بشكل كبير، ارتفاع امواج لا يتجاوز ال 2 متر بيتراوح ما بين 1 و1.5 متر، مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. لكن زي ما قلت لحضرتك من الاول ان احنا متوقعين مع يوم الجمعه والسبت اللي جايين في منخفض جوي على البحر المتوسط في نشاط للرياح، فممكن مع يوم الجمعه والسبت يكون في اضطراب في حركه ملاحه بحريه على يعني البحر. يعني في حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه من يوم الجمعه القادمه، علشان ده طبعا بيكون الويك اند، فلو الناس مرتبه حاجه معينه نبدا نحذرهم من دلوقتي. هي مش اغلب المحافظات هتحس بيها، المحافظات اللي هتحس بيها بشكل كبير هي المحافظات الساحليه وطبعا اضطراب الملاحه البحريه على البحر المتوسط، لان الكتل الهوائيه او الامطار مش هتتقدم بالشكل الكبير للمناطق الداخليه. وخلينا طبعا مع اقتراب يوم الجمعه كمان ناكد عليها، لان أكيد دايما طبعاً. احنا في الفتره دي بيحصل تغيير في التوزيعات الضغطيه او في التنفقات الجويه، وارد يحصل ان الحاله تقوى او تضعف بشكل كبير، لكن مش هنقدر نقول حاله عدم استقرار، بس بعض التقلبات الجويه اهمها اضطراب الملاحه البحريه، وجود نشاط للرياح بشكل كبير في معظم المحافظات، وطبعا فرص الامطار اللي ممكن تزيد على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا لحاله الطقس في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره العظمى 22 الصغرى 14، العاصمه الاداريه 22 14، اسكندريه 21 13، العالمين الجديده 21 12، مطروح 22 12، دمياط 23 14، بورسعيد 22-15، إسماعيلية 23-13، السويس 23-11، العريش 23-11، كاترين 20-3، طابة 22-14، حلايب 27-21، شلاتين 28-21، شرم الشيخ 26-17، الغردقة 28-17، الفيوم 22-11، بني سويف 23-11، الوادي الجديد 28-13، أسيوط 24-12، سوهاج 27-12، قنا 29-13، والأقصر 29-13، وأخيرا أسوان 29-15. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، لكن في انخفاض درجة أو اتنين عن المعدلات اللي كانت موجودة خلال الأيام اللي فاتت، وفي انخفاض في درجات الحرارة مع سرعة للرياح، ده هيخلينا نحس ببرودة الجو أكتر في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر. ناخد بالنا إن احنا نرتدي الملابس الشتوية الثقيلة خلال هذه الساعات. هرجع مرة تانية لمنة ومصطفى علشان نكمل معاك فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا جزيلا.